اهلا وسهلا بيكم، معاكم نور الهدى من نف. هنحل النهارده مع بعض الامتحان التجريبي اللي هو البوكلت في الجغرافيا للثانويه العامه. اول سؤال معايا بيقول اختر الاجابه الصحيحه. تعتبر القوى الاقتصاديه الثانيه في العالم منذ مطلع القرن الحادي والعشرين هي مين؟ الصين ولا روسيا ولا الهند ولا المانيا؟ طبعا هي الصين. تاني سؤال بيقول حدد صحه او خطا العباره مع التعليل في الحالتين. لا يدخل البترول في التجاره الدوليه الا بنسبه ضئيله. طبعا العبارة خاطئة، هنقول لأن البترول والغاز الطبيعي بيسهم بحوالي نصف التجارة الدولية خاصة من دول العالم الثالث والشرق الأوسط. تتعدد أهداف الأحلاف العسكرية، هنقول بسبب ردع الأعداء أو زيادة القوة أو تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية أو حماية المصالح المشتركة وتنمية التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء. ماذا يحدث إذا طبقت الدولة نظام الحكم الرئاسي؟ واحد، بيكون على رأس الدولة الرئيس. السلطة القضائية تكون مستقلة عن باقي السلطات، كمان إن السلطة التنفيذية بتكون مستقلة عن السلطة التشريعية، والسلطة التشريعية بتقوم لوحدها بالتشريع في الدولة بصفة أساسية. ما النتائج مترتبة على سقوط الاتحاد السوفيتي بالنسبة لتطور خريطة العالم السياسية؟ هنقول انهيار الكتلة الشيوعية وانفراط عقد حلف وارسو، كمان انتصار الكتلة الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة، وانتهاء الصراع الأيديولوجي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. الحدود السياسية ظاهرة بشرية خططها الإنسان تبعا لمصالحه، في ضوء العبارة السابقة أذكر. ألف، أهمية الحدود السياسية، هنقول إن هي بتحدد المساحة الأرضية اللي بتفرضها الدولة عليها، كمان إن الموارد الأرضية السطحية والباطنية والبحرية اللي بتسيطر عليها الدولة بتكون ضمن حدود الدولة. ب، العوامل المؤثرة على نشأة الحدود السياسية عند زيادة عدد السكان، الحاجة إلى تنمية المناطق الهامشية والمعاهدات المبرمة بين الدول وتقسيم الاستعمار لمستعمراته. ج، مراحل ترسيم الحدود السياسية، أذكر المرحلة الأولى التخطيط والتعريف، 2، التحديد على الخريطة والتعيين على الطبيعة وإدارة الحد السياسي. أمامك خريطة صماء لقارة أفريقيا، حدد عليها ما يلي: دولتين حبيستين، مدينتي سبتة ومليلة، وموقع استراتيجي، وعاصمة ساحلية، ودولة محتوية. طبعا الدولتين الحبيستين عندنا أثيوبيا وأوغندا، المدينتين سبتة ومليلة هناك عند المغرب زي ما انتم شايفين، موقع استراتيجي عندنا كذا موقع، عندنا قناة السويس وعندنا مضيق جبل طارق، وعاصمة ساحلية عندها نقاشواطة، ودولة محتواه هي ليستو رقم 5 تحت هناك. اختر الإجابة الصحيحة. من العواصم المستحدثة مدينة لندن، باريس، كيوتو، طوكيو. طبعا هي طوكيو. حدد صحة أو خطأ العبارة مع التعليل في الحالتين. أسهم التقدم العلمي والتكنولوجي في التقليل من أثر المناخ السلبي على الدول. طبعا العبارة صحيحة. طب ليه؟ هنقول ان من خلال تطور وسائل النقل والمواصلات واجهزة بقى التكييف والزراعة الحديثة في البيوت البلاستيكية، بمعنى ان احنا بقينا مثلا بنستخدم طاقة نظيفة زي مثلا طاقة الشمسية او طاقة الرياح او طاقة المياه، بدأنا ان احنا نعمل زي عملية فلترة للحاجات، فبدأنا ان احنا نقلل من التلوث. لما تفسر تتعدد عناصر القوى الاقتصادية للدولة، هنقول بسبب تنوع الموارد الاقتصادية بالدولة والكفاءة التي تستثمر بها الموارد ومدى امتلاكها للتقنية الحديثة وعلاقتها التجارية والميزان التجاري ومقدرة الدولة على الصمود الاقتصادي والاكتفاء الذاتي. ماذا يحدث إذا اتخذت الدولة الطابع التضاريسي الجبلي بالنسبة لقوتها؟ هنقول تمنح الدولة مزيدا من القوة لأنها تشكل مواقع استراتيجية في المراقبة والدفاع، وتشكل حدود طبيعية واضحة بين كثير من الدول زي جبال البرانس بين أسبانيا وفرنسا، تمثل نطاق سياحية للاصطياف او تزلج على الجليد، بها ثروات معدنيه التي تعد اساس الصناعه. ما النتائج مترتبه على تدخل الامم المتحده في منطقه كشمير؟ هنور ادى ذلك الى تقسيم كشمير على اساس خط وقف اطلاق النار الى قسمين، قسم تحت الاداره الهنديه والقسم الاخر تحت الاداره الباكستانيه. قارن بين المفوضيه الاوروبيه والامانه العامه لدول مجلس التعاون الخليجي. المفوضية الأوروبية هنقول إن هي بتمثل الاتحاد الأوروبي في المحافل الاقتصادية والسياسية الدولية، أما الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي هي الهيئة الإدارية المركزية اللي مركزها في الرياض. طيب المفوضية الأوروبية بتشرف على الاتفاقيات بالاشتراك مع محكمة العدل الأوروبية.
اما مجلس التعاون الخليجي بيرأسه امين عام للمجلس وليه امناء مساعدين للشؤون بقى السياسيه والاقتصاديه والعسكريه والبيئه والانسان. اما في المفوضيه الاوروبيه بتقدم اقتراحات بقوانين الى البرلمان، وكمان بتشرف على ميزانيه الاتحاد والبرامج اللي بيقوم بيها. في مجلس التعاون الخليجي مهمته اعداد الدراسات الخاصه بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكامله للعمل المشترك بين اعضاء المجلس. ما اوجه الشبه والاختلاف بين الدوله والامه؟ قرن هنقول ان الدوله والامه بيتشابهوا ان هما الاثنين بيتكونوا من ارض وشعب. طب ايه الاختلاف؟ ان الدوله هي وحده سياسيه بتحكمها حكومه مستقره تسيطر على الشؤون الداخليه والخارجيه. طب الامه هي جماعه من البشر يعيشون على رقعه من الارض لفتره زمنيه طويله، بتربطهم روابط مشتركه زي اللغه والدين زي مثلا الامه العربيه. طيب في الدوله هنلاقي ان لازم يبقى في سلطه حاكمه. في الامه ما عادي لا يشترط وجود سلطه. طيب لازم في الدوله ان هي بتوجد في منطقه واحده او دوله واحده، لكن الامه بتوجد في اكثر من دوله. في الدوله تتعدد اللغه والعادات والتقاليد والاديان زي مثلا سويسرا، لكن في الامه لها لغه وتقاليد ودين واحد زي الامه العربيه. اختر الإجابة الصحيحة مما يلي: من الدول ذات الشكل المندمج ذو البروز في آسيا، هل الكونغو، أفغانستان، اليابان ولا الصين؟ طبعا أفغانستان. أمام خريطة للعالم بقى صماء، عايزين إيه مدلولات الأرقام دي؟ رقم واحد عندنا دولة فيدرالية هتبقى إيه؟ وعايزين حد طبيعي، اتنين في أفريقيا تحت أهو، وتلاتة منطقة قلب في آسيا، وموقع استراتيجي أربعة هناك عند المغرب. طيب الدولة الفيدرالية هتبقى البرازيل ودي في أمريكا الجنوبية، والحد الطبيعي يبقى البحيرات العظمى، ومنطقة قلب هتبقى هي مكة، لأن احنا عارفين منطقة القلب منها السياحي ومنها ما هو ديني. طيب الموقع الاستراتيجي هو مضيق جبل طارق. حدد صحة أو خطأ العبارة الآتية مع التعليل في الحالتين: يعد التركيب العمري للسكان احد عوامل قوة الدولة او ضعفها. طبعا العبارة صحيحة. طب ليه؟ هنقول لان الدولة اللي بترتفع فيها نسبة الاطفال دون يعني اللي هم اقل من 15 سنة ونسبة كبار السن بيسبب ليها مشكلة في ارتفاع معدل الاعالة لما يبقى اللي موجودين اقل من 15 سنة مش قادرين يشتغلوا واكبر من 60 سنة. فبالتالي انت عندك كده مرحلة اسمها الشباب مفقودة اللي هي اصلا بتقوم بكل حاجة. لما تفسر تعتبر الصناعة ركيزة اساسية من ركائز اقتصاد اي دولة، هنقول ان كل القوى الكبرى في العالم هي قوى صناعية، ولا يمكن لاي سياسة دفاعية او هجومية ان تؤثر ان لم تساندها القدرة على تصنيع الالات الحربية. يعني مش هيبقى ليكي اي دولة او اي امة ليها تأثير إلا إذا كان ليها قدرة على تصنيع الآلات. كمان إن الصناعات الاستراتيجية بتعطي الدولة أهمية. زي إيه الصناعات دي؟ زي صهر المعادن وتنقيتها، زي مثلا الصناعات الهندسية والكيميائية. ماذا يحدث إذا كانت الأقلية مركزة جغرافيا على أطراف الدولة؟ مع ذكر مثال هنقول إن هي هتكون خطر على استقرار الدولة، وخاصة إذا كانت هناك قوة مجاورة تشجع الأقلية دي في مطالبها، زي مثلا عندنا حلايب وشلاتين على الحدود. هنا مدينا مثال بالباسك في أسبانيا وسكان تيمور الشرقية في أندونيسيا. من نتائج مترتبة على الهجرة غير الشرعية سياسيا، هنقول يؤدي لأشكال مختلفة من الجريمة المنظمة، بتسهل للمنظمات الإجرامية والعصابات المعادية التوغل إلى داخل البلاد أو على العكس، وتنامي الصراعات القبلية الطائفية بين المهاجرين. قارن بين النظام المركزي والفيدرالي. هنقول ان المركزي هو الوحدية، الدولة المركزية اللي فيها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد، وبتسيطر بها الحكومة على جميع السلطات وكل القرارات بتبقى جاية من السلطة دي، زي مثلا مصر. طب ايه الدولة الفيدرالية؟ بيقول لي هي دولة مقسمة الى ولايات او محافظات، وبيكون لها استقلال ذاتي ما عدا النواحي المالية والدفاعية. زي مين بالظبط؟ زي امريكا. طيب عندنا بقى في النظام المركزي اهم صفاته التجانس والكثافة السكانية العالية، وبتحتوي على قلب او عاصمة للدولة. كمان مبقاش في عوائق طبيعية كتير زي فرنسا.
طيب الفيدرالية، عندي دستور واحد سلطة مشتركة بين الحكومة المركزية وحكومة الأقاليم، للشعب حق المشاركة في إدارة شؤون البلاد، تمام زي البرازيل. ما المقصود بالمياه الإقليمية؟ هنقول هي تضم النطاق البحري الممتد من خط الساحل وتتحدد حافته حدوده الخارجية من جهة البحر، وده الحد السياسي لدولة ما. حدد صحة أو خطأ العبارة الآتية مع التعليل: تم حل النزاع بين ليبيا وتونس عن طريق المفاوضات. طبعا العبارة خاطئة، هنقول ان تم حل النزاع بين ليبيا وتونس عن طريق محكمة العدل الدولية اللي اصدرت حكمها بان الحد البحري بين الدولتين يسير بزاوية 26 درجة، وبعد كده قالت بزاوية 52 درجة، وده خلى تونس تبقى ليها حق في حقول الغاز والبترول في المنطقة دي. اختر الاجابة الصحيحة. من اهم المنظمات الاقليمية جامعة الدول العربية، الناتو، الامم المتحدة، ولا كل ما سبق؟ طبعا جامعة الدول العربية الاقليمية. بما تفسر يعد حجم السكان من المقاومات البشرية للدولة، هنقول بسبب ان هو مقياس لقوة ووزن الدولة السياسي. لو توفرت لي المقاومات الاخرى هتبقى الدولة قادرة ان هي تعمل اي حاجة. ان الدول العظمى بالعالم حجم سكانها كبير جدا، لان ده اللي بيبني القوة العسكرية والسياسية بتاعتها. ما النتائج مترتبة على تطور وسائل النقل الجوي والأقمار الصناعية بالنسبة للجغرافيا السياسية. هنقول أدى إلى توفير معلومات أكثر دقة عن المجالات اللي بتهتم بها الجغرافيا السياسية، زي الحدود السياسية بين الدول، والممرات الملاحية والمياه الإقليمية للدول، ومناطق النزاع بين الدول. ما رأيك في العبارة الآتية: أثرت آراء العالم راتزيل على دولة ألمانيا ولماذا؟ هنقول بالتأكيد أثرت آراءه على دولة ألمانيا، ان المانيا بدات تستغل مفاهيم الجغرافيا السياسيه لراتزل بصوره خاطئه، فتوسعت استعماريا على حساب الدول المجاوره زي فرنسا. حلل العلاقه بين التضاريس وقوه الدوله، هنقول ان التضاريس من العوامل المؤثره في قوه الدوله، لانها بتؤثر في الانشطه البشريه، وبتوزع كمان السكان بتوع الدوله، وبتؤثر في النواحي العسكريه، وكمان في مدى الاستثمار بتاع الدوله في المنطقه دي، سواء بقى كانت معادن او سياحه او موارد مائيه. ما المقصود بالنظام العالمي الجديد؟ هنقول ان هو مجموعه من التفاعلات بين اعضاء المجتمع الدولي على المستويين الاقليمي والعالمي، واللي بتجري وفق منظومه معينه بنطلعها من فلسفه العولمه، مستقاه يعني خارجه من فلسفه العولمه. حدد عناصر القوى العسكريه هي اساس لتحقيق الامن القومي وحمايه الدوله. هي القوى العسكريه دي اهميتها. طب ايه عناصرها؟ حجم القوى البشريه، نوعية المقاتل ودرجة تعليمه والمعدات العسكرية والأنفاق العسكري وحجم المعونات العسكرية وقوة جهاز المخابرات. لو كان في أي أسئلة ممكن تكتبها لنا في التعليقات واحنا هنجاوب عليها إن شاء الله. وبكده نكون خلصنا حل امتحان البوكلت من نفهم نتعلم ببساطة.